شادي، تاكل كشري ولا اندومي؟ ايوه، هما الاثنين نفس السهوله. هتاكل كشري تقليه وعدس وصلصه وكل الكلام ده ودقه وتوم وحموضه والحاجات دي، ولا تاكل اندومي عشان هسخن ميه؟ ها اعمل لك انهي يا ابني؟ والله هما الاثنين نفس الحاجه. انت بص، انت شكلك انت مش عايش في الكوكب ده، فخلاص خلاص انا هنصرف، انا هاكل كشري خلاص خلاص. ذكرى حلوين عليك، وحشتوني جدا قد الدنيا كلها. النهارده الفيديو انا مش عايز اطول في الكلام، لان انا متحمسه جدا عشان ادخل في الموضوع. النهارده باختصار هنجرب كشري سريع التحضير. انتوا متخيلين يعني ايه؟ عملوا اختراع انه كشري ممكن تحط عليه ميه سخنه كده وزي الاندومي كده او الحاجات دي، ويبقى كشري 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 اللي هو بصلصه وبدقه تقليه. كل الكلام ده يبقى جوه العلبه دي. فبجد متحمسه جدا للفكره دي، لان انا كيسرى بحب الكشري قوي قوي بقى. فصراحه متحمسه جدا ان الاختراع ده يشتغل، لانه انا لحد دلوقتي لسه ما فطرتش وهفطر كشري. No God please no no no. الاختراع ده اسمه تيك تيك كشري، هو ده اسمه. الموضوع ابتدى ان انا شفت ليه اعلان كبير جدا على طريق السويس واحنا مروحين بالليل، فشفت كده حسيت ان انا تقريبا انا مش مركزه لان انا نايمه، يعني ايه كشري في 5 دقايق وميه؟ فقلت لشادي هو ايه البتاع اللي احنا شفناه؟ قال لي ما شفتوش. فقلت يبقى انا تقريبا ايه بهزي وانا فهمت غلط. بعد كده بعديها باسبوع لقيته في البقاله اللي جنب البيت عندنا، قلت لشادي بص بسرعه ده هناك في كشري، هات لي علبه حالا. عايزه واحده دلوقتي حالا. فجبت العلبه دي وبقى لها يومين قدامي، بس انا عايزه اجربه اول مره معاكم عشان انا مستغربه الاختراع ده. فمتأكدة اكيد ان انتوا دلوقتي برضه هتكونوا مستغربين زي متحمسين تشوفوا ده هيبقى حلو ووحش ولا ايه، زي ما انا دلوقتي بصوا هموت فعلا وافتحها واكلها. فالمهم النهارده هنفطر كشري مع بعض. ما تعملوش كده، بس انا هعمل كده عشان انا بحب الكشري جدا. العلبه دي يا جماعه ب20 جنيه، فهو مش رخيص يعني. معلش الكميه دي ما تجيبش العلبه اللي هي ب7 جنيه في محل الكشري الطازه الفريش، فهو مش رخيص، هو غالي، فيستحسن ان يكون طعمه علشان ما ازعلش بجد. فهنا هسال نفسي لو انا قدامي محل كشري قدامي ده ب20 جنيه، اكيد هروح اجيب من محل كشري. بس مستو انه لو انت ساكن في حته مثلا ما فيهاش محلات كشري، او مثلا على طريق سفر، او اكتر حاجه عجبتني فيه جدا انه مثلا لو هيصدروه لبره، الناس اللي عايشه مثلا في دول اوروبيه او كده ما عندهمش فكره محلات الكشري كتير، او بيبقى غالي جدا بره، فدي فكره حلوه جدا، وساعتها لما يتصدر يبقى رخيص جدا بالنسبه للاكل بره. فاعتقد ان هم عاملينه مثلا الفكره دي اكتر، مش عارف. انا حسيت في مصر بالنسبه لسعر هو كتير شويه، على انه كل مواد حافظه اكيد. قريت على المكونات انه مكرونه مسبقه الطبخ، ارز مسبقه الطبخ، عدس مسبقه الطبخ، شعريه مقليه، زيت نباتي، بصل مقلي اللي هي التقليه بحبها قوي، يا رب يكون كتير. وبعد كده صلصه بودره، طماطم، ملح، حبه حاجات كده كيميكال تقريبا مش عارفه دي ايه، وبعد كده بصل وثوم وزيت نباتي وملون طبيعي مضاد التكتل وخل منظم حموضه، او ان انا عشان انا بيجيلي حموضه وبعد الكشري فحلو ده موجود. وبعد كده بودره الفلفل الحار بيحتوي على القمح علشان لو حد عنده حساسيه من القمح. والعلبه دي استنى اقول لكم دي كام جرام. 155 جرام، 155 جرام كشري ب 20 جنيه. فدلوقتي هنفتح العلبه، وهو مكتوب عليه طريقه التحضير انه بنفتح الغطاء بتاع العلبه جزء منه علشان هنغطيها تاني عشان يستوي، وبنحط محتويات الاكياس اللي جوه، وبعد كده بنحط الميه السخنه وبنغطيه وبنسيبه لمده 5 دقائق، وبعد كده بنحط بقى التقليه في الاخر خالص بعد ما هو بيستوي. فيلا بينا نجرب البتاع ده، لانه بجد انا متحمسه قوي. بسم الله الرحمن الرحيم، ويلا نفتح. ايه ده؟ العلبه اتقطعت مني شويه، الفتح بتاعها اوكي تمام. اه بصوا حطيت لكم خط كده هنا بيقول لكم افتحوا بس لحد هنا، فانا هفتح نص العلبه بس كده. ملوش ريحه، دي حاجه قلقتني. الكشري ريحته بتجيب لاخر الشارع حضرتك، ده مش طالع منه اي ريحه خالص. اوكي دي معلقه هنركبها دلوقتي ونجربها، ودي تقريبا اه دي الشطه، هما كاتبين لك على الكيس دي الشطه. وبعد كده في كيس تقليه كبير، عشان كده انا مبسوطه جدا. الله بص تقليه قد ايه، انا بحب التقليه قوي دايما. حتى ماما كانت بتعمل كشري في البيت كنت انا بتخانق على البصل ان هو يبقى كتير في طبقي. بعد كده ده الكيس ده الصلصه والدقه. والله اتعصبت ان هم حاطين الصلصه والدقه مع بعض، لان انا ما بحبش الدقه، فدايما انا باخد صلصه بس وما باخدش دقه، باخد صلصه وشطه وتقليه. هضطر اكل دقه النهارده صراحه، دي حاجه قفلتني. فهم كان المفروض يعملوا حساب ان ما حدش بياكل دقه او كده. بصوا يا جماعه شكله عامل ازاي، شكله كانه كشري بايت بقاله 99 سنه. بصوا شايفين بجد شكله ويرد قوي كده،
وفي مكرونه كتير. يعني مش سيد حنفي بس اللي بيحط مكرونه كتير ويحط لك نتفعات، حتى دول برضو حاطين مكرونه كتير، والرز قليل قوي، الرز قليل بجد. بس اعتقد ان حاطين مكرونه كتير لان المكرونه زي فكره الاندومي اكتر حاجه ممكن ان هي فعلا يعني تبقى بالميه السخنه بتدي طعم. فهنجرب. معلش بس كيس الدقه بتاعي وقع الصلصه. هما كاتبين اول حاجه، استنوا بقى عشان انا ذاكرتي ذاكره السمكه. اول حاجه هفتح علبه الكشري وبحط البتاع ده، ايوه اللي هو الكيس ده. ريحته بودره الثوم، ربنا يستر بجد بجد. هتضايق جدا لو طلع وحش عشان انا مضيعه فطاري على الوجبه دي علشان اقعد اصور لكم، وانا بحب الكشري. وشادي هيش مدفيه لان شادي قال لي اكيد هيبقى وحش، بس انا قلت له انا بحب الكشري، مالكش دعوه، مفيش كشري وحش في الكوكب ده. دلوقتي هحط الشطه. انا بس هي الحاجات برضو مش سهله الفتحه قوي الصراحه، ده برضو تاني كومنت. بصوا هحط يعني ايه، ممكن احط نص كيس الشطه بس، بحس ان انا بعمل كشري في المعمل كده. ده شكل الفتحه دي اللي هو كان كيس الصلصه. وبعد كده هحط الميه السخنه، انا جايبه الكيتل معايا. وبعد كده هحط الميه السخنه كده، بسم الله الرحمن الرحيم. هما صراحه مش قايلين لحد علامه معينه، بس هما قايلين انها تغطي المكونات بشويه. يعني اي ست اكيد بتسوي رز هتبقى عارفه المعلومه دي، انه عارفه بتسيبي قد عقله صباع كده فوق الرز عشان يطلع مفلفل وما يعجنش. فاعتقد هي دي الفكره، فانا عملت كده شايفين كده، يا دوبك رطيت الحاجه. وبعد كده هقفلها ونستنى 5 دقايق وندوق وربنا يستر. اكتبوا لي دلوقتي تحت في الكومنتس قبل ما تستوي وقبل ما نجربها مع بعض، تتوقعوا البتاع ده هيطلع طعمه حلو ولا هيطلع فشل 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 ذريع. اكتبوا تحت في الكومنتس توقعاتكم. استنوا انا نسيت حاجه، هو كاتب انه اقلب المحتويات جيدا. يا غبائي، بقول لكم ايه، ريحته ابتدت تبقى كشري. والله ريحته ابتدت تبقى كشري، ايوه ريحته كشري قوي. ايه ده، الله، اتحمست. استنى اغطيه تاني كده، قلبت المحتويات و غطيته تاني. يم 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 يم، متحمسه قوي اكل التقليه. استنى كده افتحها، ممكن ادوق واحده. طعمها تقليه عادي، بس تقليه داخله على شيبسي شويه. مش عارفه، حاسه ان ده مش بصل، حاسه ان هو يعني ضايفين له حاجه او مجففين وبعد كده فاهمين، يعني مش نفس طعم التقليه الطبيعيه، بس طعمه بصل. يعني هو مدي الفكره بتاعت التقليه بس مش بنفس الوضوح بتاعها. بجد اعتقد دي ممكن تكون اغلى علبه كشري هاكلها في حياتي. 6.5 hours later. اول حاجه عندي تعليقين. اول تعليق ان هو ما خدش 5 دقايق، قعد ربع ساعه. وتاني تعليق انه في الاخر خالص لقيت ان الميه لسه متبقيه لي كتير، فاضطريت ان انا اصفيها. دلوقتي بس عرفت ليه الرز بتاعي بيطلع معجن. بس اعتقد ان هم لو كانوا يعني حطوا زي مؤشر جوه او علامه ان الميه تقف لحد هنا كان ده هيبقى اسهل، لان هو كاتب لك، سايب لك الموضوع عايم قوي، كاتب لك ان انت تحط ميه تغطي المحتويات قليلا. ف يعني انا عملت كده بس حسيت ان الميه كتير، فقليلا دي نسبيه قوي بالنسبه لكل واحد. الحاجه استوت ولا ايه الوضع بالظبط؟ وشكلها ريحتها كشري بس هي لونها مش احمر قوي، شايفين؟ يعني مش حاسه انه في صلصه كتير في الموضوع. بس يلا بقى نشوف سوا كل حاجه كده عامله ازاي قبل ما ناكل. بصوا هي المكرونه ستيل لسه، مش عارفه باين معاكم ولا لا، بس المكرونه لسه شكلها مقدد شويه، شايفين؟ الرز شكله استوى وملمسه استوى، بس المكرونه شكلها مقدد لسه، بس استوت، بس هي شكلها مقدد، هي هيفضل شكلها مقدد. والعدس كبر قوي، بصوا، وبرضو اعتقد ان هو استوى. فاعتقد ان هي كده المكونات فعلا استوت، بس هي ميه شويه، واعتقد ده بسبب ان انا زودت الميه، بس مش غلطتي لان انا ما اعرفش قليلا دي تقف لحد فين. فده اول كومنت. دلوقتي بقى هنحط الجزء المفضل عندي وهو التقليه. بقى ان انا احط الكيس كله، يعني لو في كيس تاني كمان ممكن احطه كده. وهبتدي بقى ان انا اقلب بالمعلقه بتاعتهم. سامعين الصوت؟ تقليه ناشفه قوي، تحسوها شيبسي. بس مش هنعترض، هندوق وندي الاحكام بعد ما ندوق. تعرفين انا ممكن انزل الكاميرا دي كده شويه، ايوه، بحيث ان انتوا ايوه تبقوا شايفين كده العلبه معايا.
كمل. اول المفروض اعمل كده بجد يعني فيديو عن الاكل ده. كده شكل الكشري المفروض بعد ما خلاص كده طبخناه وعملناه. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا التقلية ناشفة جدا، عاملة زي ما تكون شيبسي بجد، ودخلت في دروسي كلها. التقلية كرهوني في التقلية، التقلية ناشفة قوي، بس ممكن مثلا لسه حطاها، ممكن مثلا لما انزل تحت تكون طريت يبقى طعمها احلى، مش عارفة، بس كانت مخلية الموضوع ناشف قوي. الكشري يعني هو اللي انا مستطعماه بودرة الثوم ومستطعمة الشطة شوية، الحمد لله انا حطيت نص الكيس بس، لان هو ده معدل السبايسي اللي انا بستحمله، كنت حطيت كله كان هيبقى بالنسبة لي مشطشط، بس هي عادي زي شطة الكشري اللي بتاكلوها عادية. الصلصة مش باين لها اي موقع من الاعراب، مش حاسة باي صلصة في الموضوع، حاسة بتوابلها بس مش حاسة بالصلصة، مش لاقية الطماطم، فاهمين؟ فكأنكم بتاكلوا كشري من غير صلصة، عليه الدقة وعليه الكلام ده بس ما فيهوش صلصة خالص. استنى اخد معلقة كمان اقول لكم الموضوع عامل ازاي. القوام بتاعه مقبول يعني، حاسه بكله، بس اكتر حاجه حاسه بيها فعلا هي المكرونه ستيل. المشكله في حاجه بقى، ايوه هي دي اللي انا عايزه اقولها لكم، القوام بتاعه مفصول. عارفين انتوا لما تيجي تاكلوا اكله كشري كده من محل كشري اصيل مقصل كده، تاخدوا المعلقه كده تدبوها في الطبق يطلع لكم فيها العدس داخل مع الرز داخل مع المكرونه مع الصلصه، عارفين كده بتبقى اكله واحده كده ما تقدروش تستطعموهم كده على بعض لوحدهم. دي لا، باكل المعلقه عارفه مكان المكرونه فين في بقي، والعدسيه ايوه فوق جنب الدرس اللي وراني، والرز كده، فاهمين؟ حاسه بالمكونات مفصوله عن بعضها، بس في الاخر خالص حاسه اني باكل كشري، بس كشري واحده صاحبتي عزماني بعد ما اتجوزت بيومين على اكله كشري عندها في البيت من عمايل ايديها. اعتقد الموضوع وصل لكم هو طعمه عامل ازاي، بس هاكله لان هو مش وحش بس مش كشري، عارفين انتوا التكه دي. فانا صراحه ما فطرتش وقاعده محمسه نفسي كل ده عشان ناكل العلبه اللي ب20 جنيه، طبعا دي ما ندفعش فيها ابدا 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 20 جنيه الا لو انت في الصحراء بتموت وعارف ان انت رايح الصحراء هتتوه فيها وتموت، فلازم تاخد معاك علبه كشري وهتحمص ميه مثلا على الطاقه الشمسيه وتعمل علبه الكشري دي تقعد جنبها ربع ساعه وتاكلها وتستلذ بيها وتحس ان هو الله انت انقذتي حياتي من الجوع اللي انا كنت فيه. بس غير كده بال20 جنيه دي ممكن تجيب حاجات تانية كتير احلى تاكلها، وهي حلوه ستيل لسه برضو زي ما قلت لكم للناس اللي مسافره بره، يعني الناس اللي في غربه او كده وما عندهمش محلات كشري دي هتبقى حلوه قوي فعلا لو اتصدرت بره، يعني عارفين كده الغريق لما بيتعلق بقشايه، هي دي هتبقى القشايه حن على اكل الشوارع بتاع مصر والكشري ومش عارف، يعني دي ممكن تسد معاه شويه، بس لحد كده عايش كده في مصر كده اصيل مقصل فاكر بقى انه هيحط الميه السخنه يضرب كشري ابو طارق كده ولا كشري هند، لا دي على جنب هكملها بعد الفيديو عشان يعني مدفع فيها فلوس، وهي مش وحشه بس مش كشري. بصوا هاتوها وجربوها لو انتوا عايزين، بس انا متاكده ان انا كيسرى مش هشتريها تاني، لانه لو انا عايزه كشري هطلب كشري من محل او اي حاجه زي كده، يعني ب20 جنيه دي هتغطي اي محل ممكن يجي لي اجيب علبه كشري نفس الحجم ده وادفع عليها الدليفري كمان، فطبعا لا اجيب كشري فريش احسن، وحتى مكوناته هتبقى صحيه اكتر لان دي فيها كيميكال زي ما قلت لكم كده وانا بقراها، مش عارفه دي كيميكالز ولا مواد حافظه ولا ايه بالظبط، بس يعني فيها حاجات مش طبيعيه. فالمهم ده كان كل حاجه للفيديو بتاع النهارده، يا رب الفيديو يكون كان مفيد ليكم وعرفكم على المنتج الجديد ده اللي انا صراحه شفته استغربته بس مش هشتريه تاني ابدا، ويكون الفيديو كان ممتع ليكم، واكتبوا لي تحت مين بيحب الكشري، لان انا بعشق الكشري المصري، بس شادي بيكرهه صح حرمني منه، انا من يوم ما اتجوزت شادي تقريبا ما اكلتش كشري لمثلا 5 مرات، تخيلي يعني بقالي سنتين ما اكلتش كشري ودي السادسه فاللي هو عشان كده ممكن انا حباه وباكله، لان انا ده مثلا دي اول علبه كشري كلها مثلا من كام شهر بسبب شادي بجد. فارجوك اكتبوا في الكومنت تحت لشادي ارجوك اكل يسرى كشري علشان هي بتحبه قوي كمان. بس كده كان كل حاجه الفيديو بتاع النهارده، اشوفكم الفيديو الجاي، ما تنسوش تتابعوني على الانستجرام وتعملوا اشتراك في القناه وتفعلوا الجرس ولايك للفيديو ده علشان اعمل لكم فيديوهات ثانيه اكتر كتير، واكتبوا لي تحت ايه الفيديو الجاي اللي حابين تشوفوه، وبس كده شكرا جدا جدا ليكم، لكم هنا. When all I can
is thinking about you, not